اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من تكنو نايل واخر مستجدات عالم التكنولوجيا والاتصالات. اهلا بكم في حلقتنا النهارده. العديد من الفقرات والموضوعات التكنولوجيه، وموضوعنا الرئيسي التعليم الذكي باستخدام الالعاب. ازاي نحبب اولادنا في التكنولوجيا والاتصالات والتطبيقات الذكيه والذكاء الاصطناعي من خلال الالعاب؟ ده اللي هنعرفه من خلال موضوعنا الرئيسي، لكن اسيبكم اولا مع تقرير بيحمل اخر ومستجدات واخبار عالم التكنولوجيا والاتصالات في أسبوع. كشفت شركة ميتا عن أول تجميد كبير للتوظيف في خطوة تشير إلى توتر السوق بشأن كل من الأداء الأساسي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي واتجاهه المستقبلية. ودعت الشركة موظفيها للاستعداد للانكماش الاقتصادي. وكجزء من هذا التحول في المعنويات، صرح مؤسسها مارك زوكربيرغ بأن الشركة ستعدل هدفها المتمثل في توظيف 10,000 مهندس إلى ما بين 6,000 و7,000. كما ألمح زوكربيرغ إلى احتمالية خفض عدد الموظفين، وقال مؤسس ميتا إن هناك مجموعة من الأشخاص في الشركة لا ينبغي أن يكونوا فيها. وأعرب زوكربيرغ عن أمله في رفع سقف التوقعات وتحديد أهداف أكثر عدوانية، مطالبا بعض موظفي الشركة بالانسحاب ذاتيا لأنها باتت غير مناسبة له. أعلن القائمون على تطبيق سناب شات أن مستخدمي التطبيق سيحصلون على خدمات مدفوعة جديدة ستوفر لهم المزيد من الميزات. ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن خدمة سناب شات بلس الجديدة ستطرح للمستخدمين ضمن اشتراك شهري، وستتوفر حاليا للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة والسعودية. وتوفر الخدمة عدة ميزات للمستخدمين، منها ميزات لتغيير نمط أيقونة التطبيق في أجهزتهم، كما توفر للمستخدم إمكانية معرفة من قام بإعادة مشاهدة القصص أكثر من مرة. ويمكن لمستخدم سناب شات مع الاشتراك الجديد أن يقوم بتثبيت أحد أصدقائه في أعلى سجل الدردشات ليسهل إمكانية التواصل معه، كما سيوفر له الاشتراك إمكانية الوصل بشكل مبكر للميزات الجديدة التي ستطرح عبر التطبيق مستقبلاً. أكملت طائرة شحن الصينية بدون طيار مطورة ذاتيا أول رحلة لها بنجاح، وفق ما أعلنته شركة صناعة الطيران الصينية. وقالت الشركة إن طائرة الشحن نفذت أول رحلة لها لمدة 27 دقيقة وعملت بسلاسة خلال الرحلة بأكملها. وأشارت إلى أن الطائرة التي طورها معهد فيرست إيركرافت التابع للشركة هي أول طائرة شحن كبيرة بدون طيار في البلاد يتم إنتاجها وفقا لمتطلبات لائحة الطيران المدني الصينية. وتعد طائرة منصة نقل بدون طيار للأغراض العامة ذات حمولة كبيرة بحد أقصى لمدى الطيران 1800 كيلومتر. أعلنت شركة جوجل أنها ستبدأ باتباع إجراءات لدفع مستخدمي تطبيق هانج أوتس الشهير بالانتقال إلى تطبيق آخر. وأشارت جوجل في مدونة لها إلى أن مستخدمي تطبيق هانج أوتس للأجهزة المحمولة سيكون بإمكانهم استعماله حتى نوفمبر العام الجاري، ولكن ستصلهم رسائل توجههم للانتقال لتطبيق شات. وستقوم جوجل بنقل بيانات مستخدمي هانج أوتس إلى تطبيق
تطبيق شات تلقائيا، كما ستتيح للمستخدمين إمكانية استعمال خدمات تيك أوت لحفظ نسخة من بياناتهم التي كانت موجودة في التطبيق الأول. ولتشجيع المستخدمين للانتقال إلى تطبيق شات، طرحت جوجل العديد من الميزات في التطبيق، مثل إمكانية إجراء المكالمات وإمكانية تبادل الصور والبيانات. حث بريندر كار المتحدث باسم لجنة الاتصالات الأمريكية شركتي أبل وجوجل على حذف تيك توك من متجر تطبيقاتهما على الإنترنت بسبب ممارسات هذا التطبيق في جمع البيانات على حد قوله. ووفقا للمسؤول، فإن تيك توك يجمع عدة بيانات حساسة تتعلق بالمستخدمين وإجهزتهم، مثل سجلات البحث والتصفح عبر الإنترنت وأنماط ضغط لوحات المفاتيح والبيانات البيومترية ومسودات الرسائل. وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أنها حصلت على تسريبات تفيد بأن بيانات بعض الحسابات الأمريكية على تيك توك قد تسربت للشركة الصينية، وهو ما نفاه المتحدثون باسم تيك توك، مؤكدين أن جميع المعلومات التي تتعلق بمستخدمي التطبيق من الولايات المتحدة يتم إرسالها إلى خوادم شركة أوراكل الأمريكية. هاجم أحد الأشخاص قاعدة البيانات الشخصية لمواطن مدينة شنغهاي، وحصل السارق على 23 تيرابايت من البيانات الشخصية لمليار صينية. ونشر السارق إعلانا عن البيانات المسربة على منتديات سرية، والتي تزعم صحيفة وول ستريت أنها اطلعت على جزء منها، وتتضمن البيانات المسروقة أسماء أشخاص وعناوينهم وأماكن الميلاد وأرقام الهواتف والهوية الوطنية، فضلا عن معلومات عن القضايا الجنائية المتورط بها الأشخاص. ويطالب السارق غير محدد الهوية بعد الحصول على 10 بيتكوين مقابل البيانات. ووصف موقع تيك رادار المتخصص في التكنولوجيا هذه السرقة بأنها أحد أكبر عمليات السرقة الإلكترونية في التاريخ. أهلا بحضراتكم مرة تانية. بنبدأ فقرتنا الأولى في تيكونايل مع جمال الدين تمراز، وهو عضو فريق مصري ابتكر طاحونة هواء لتوليد الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة. بنرحب بيك جمال. ازي حضرتك يا فندم، الأخبار؟ الحقيقة يمكن ابتكارك أو ابتكار الفريق بيمشي مع اتجاه الدولة واتجاه العالم كله نحو استخدام الطاقة النظيفة. كلمنا عن الاتجاه اللي انتوا وصلتوا له وازاي قدرتوا انتوا توصلوا لهذا الابتكار. مظبوط يا فندم، احنا بمشروع التخرج مبني على الأساس ان احنا نصمم طاحونة هواء. الطاحونة دي يمكن استخدامها في المزارع، يمكن استخدامها في البيوت، يمكن استخدامها حتى في أبراج الاتصالات. وقررنا ان احنا ناخد الموضوع الخطوة ابعد شوية، بان احنا نشارك بالطاحونة دي في مسابقة عالمية تقام في هولندا كل سنة. والمسابقة دي بيشارك فيها جماعات مختلفة كبيرة، سواء في أوروبا أو في أمريكا أو حتى من عندنا في مصر. الطاحونة بتبقى الأساس بتاعها ان هي تطلع أكتر كمية طاقة السنة الواحدة، وأكتر طاحونة بتطلع الكمية دي هي اللي بتحصل على الجائزة، يعني بالإضافة لبعض جوائز أخرى زي التصميم الصديق للبيئة أو التصميم المستدام. ده بيعتمد على استخدام مواد محلية الصنع ومواد بتتحلل في الأرض عشان ما تلوث الأرض يعني، وما يبقاش الصناعة بتاعتنا ملوثة. وجائزة تانية ليها علاقة بالتصميم المتكامل، ان الطاحونة بتاعتنا تكون فيها كل حاجة مختلفة بتؤدي في الاخر ان الكونسيومر او اليوزر او المستخدم يكون مبسوط من المنتج اللي هو ماسكه في ايده.
طيب انتوا كفريق من طلاب جامعه زويل علوم والتكنولوجيا قسم هندسه الطاقه المتجدده شاركتوا في مسابقه طواحين الهواء في هولندا لسنتين على التوالي قبل جائحه كورونا. كلمني ازاي استفدتوا من هذه المشاركه باعتبار ان هولندا من اكثر الدول اللي بتستخدم طواحين الهواء، فيها يمكن علامه مميزه لهولندا هناك استخدام طواحين الهواء لتوليد الطاقه الكهربائيه. طبعا يا فندم استفدنا بالتجربة دي، يعني على الأقل بتقدر تعرف انت فين بالنسبة للعالم، هل احنا في مصر فعلا بعيد ولا لا، احنا قريبين وعندنا القدرة ان احنا نطلع الحاجة زي ما بتطلع بره ويمكن احسن كمان في بعض الأحيان. وبالفعل دي التجربة اللي وصلت لنا، احنا في مصر لا نقدر نطلع الحاجات دي ونقدر نشارك، وفي ناس كتير مننا بتسافر بره وبتقدر ايه تشارك في مشاريع كبيرة الشركات بتكون محتاجاها، وتوظف فعلا التعليم اللي اتعلموه والخبرة اللي خدوها في مشاريعهم في الجامعة للحاجات اللي بتحصل لبره. فلا في مصر احنا نقدر نلوكاليز او نقدر نخلي الصناعة دي مصرية ويكون مصر هي المركز او الهب للشرق الاوسط ان يبدأ ينتشر من عندها استخدام طواحين الهواء سواء في افريقيا او في الشرق الاوسط. تمام. طيب انتوا الفريق بتاعكو ايضا شارك السنه دي 2022، ايه اللي اختلف عن السنتين اللي قبلهم؟ ايه اللي اتطور عندكو؟ ايه اكتسبتوا ايه في مجال طواحين الهواء وتوليد الطاقه النظيفه؟ الفريق قدر يصمم طاحونه هواء لاول مره متكامله زي ما احنا بنقدر نطلق عليها. الطاحونه فيها كتير من معايير الامان، الطاحونه بقت قريبه اكتر لاستخدام الكوميرشال او التجاري، بمعنى ان شكلها بقى انسيابي اكتر، شكلها بقى ابيلينج او يعني مقبول بالنسبه للمستخدم. الطاحونه بقت بكفاءه اعلى من السنين اللي قبل كده، ودي حاجه دايما المستخدم بيدور عليها، ان ايه كل ما تعلى الكفاءه باستخدام نفس الموارد التكلفه هتقل، فبالتالي التكلفه لما تقل عدد كتير عدد اكبر من الناس يبدا يتجه للاتجاه ده علاوه على الواح الطاقه الشمسيه والديزل، بالذات في استخدام المناطق النائيه وفي الصحراء وفي الصحاري وفي المزارع. تمام. طيب ايه اللي بينقص مصر جمال علشان تنتشر فيها طواحين الهواء؟ يعني بلد زي هولندا عندها الطبيعه والمناخ مناسبين لتوليد الطاقه النظيفه والمتجدده من طواحين الهواء، هل مناخ مصر تضاريسها طبيعه يعني اماكنها المختلفه مناسبه لده، ولا ممكن بسبب مثلا ارتفاع المباني التزاحم بين المباني المختلفة وتكدسها في بعض المناطق ده بيمنع تدفق الهواء بصورة تولد الطاقة من الرياح؟ هو ده طبعا ده عامل، وده حتى مش في مصر بس، ده موجود بره. يعني فكرة انه المباني اللي بتبقى حوالين بعض دي اكيد بتقلل من كمية الهواء اللي داخله للمنتج بتاعنا، بس احنا ممكن نوظفها توظيف مختلف وده الانسب بالنسبة لنا احنا في مصر. يعني في مصر احنا عندنا مزارع كتير، المزارع دي بتبقى في اماكن بعيده، وعشان اقدر اوصل لها ديزل ده بيبقى مكلف جدا. فان انا احط طاحونه هواء تعمل لي مصدر للكهرباء اقدر من خلاله اضخ ميه واروي المزرعه بتاعتي دي بدون ما بشغل دماغي ان انا اجيب بنزين، طبعا دي ثوره. واحنا في مصر عندنا في التطوير الغربي اللي بيحصل دلوقتي، سواء في المليون ونص فدان اللي الدولة المشروع اللي الدولة قايمة عليه ده، طبعا مشروع محتاج حاجة زي كده. فبالتالي احنا في مصر مش مشكلتنا في الاستخدام، مشكلتنا في الانتاج. ان احنا عندنا الاستخدام موجود، احنا محتاجينها فعلا في كذا ابلكيشن او في كذا صورة يعني، لكن ان المنتج يبقى موجود هي دي نقطة التحدي. طيب احنا شايفين على شاشه الحقيقه شكل طاحونه الهواء اللي انتم ابتكرتوها، هي صغيره سهله الحمل والفك والتركيب والاستخدام، وكمان بتولد طاقه بقدره 600 واط وهي كافيه لاناره المنازل. ازاي ممكن دي يعني تكون متاحه للناس ان هم يستخدموها في منازلهم؟ ده قد ايه هيوفر كهرباء بالنسبه لهم؟ كمان هيوفر على الدوله كمان كهرباء، هيولد طاقه نظيفه ومتجدده، ليه مزايا كتير جدا. هل هي قابله للاستخدام بالنسبه للمواطنين العاديين لاناره منازلهم بشكل عملي او على ارض الواقع؟
طبعا يا فندم، بالذات بالحجم اللي احنا بنتكلم عليه، يمكن حجم المزارع والصحاري والكلام ده هنحتاج ان اب سكيل المنتج ده ان هو يبقى بقدره او 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 بباور اعلى. لكن الحجم ده بالتحديد ده معمول للمنازل. احنا اوريدي عملنا دراسه ميدانيه، يعني اتفقنا مع احد الدكاتره من جامعات اخرى ان احنا نزوره في بيته في قريه تونس في الفيوم، وبدانا نعمل معاينه للي هو محتاجه ونسايز او نعمل اساس للطحونه بتاعتنا ان هي تبقى تركب عنده. فالتصميم ده يعني على الرغم ان هو مش منتج للدكتور اللي احنا بنتكلم عليه، لكنه منتج لكل المنازل اللي بالشكل ده. يعني هل ممكن انه مثلا سكان عماره يبقوا كل واحد فيهم مركب مثلا مروحه في سطوح العماره مثلا ومتوصله ببيته علشان يستخدمها في الاناره او في توليد الطاقه الكهربائيه؟ مظبوط طبعا. ليه لا؟ لا. طب ايه الفرق بينها وبين الالواح الشمسيه؟ يعني احنا بدانا نشوف انه بعض الناس ابتدت تستخدم الالواح الشمسيه لتوليد الكهرباء، ايه الفرق بينها وبين طاحونه الهواء؟ سواء في قدره التوليد، سواء في معدل الاستخدام، في السهوله، غيرها من المزايا المختلفه. يعني ابسط شيء ممكن نتكلم عنه واللي واضح بالنسبه للجميع مش للمهندسين، يعني ان الهواء موجود الصبح وبالليل مش الصبح بس. فالطاقة الشمسية موجودة في عدد ساعات من اليوم، يعني لو احنا قلنا انه نص اليوم نهار لو 12 ساعة، فقدرة اللوح ده ان هو يولد كهرباء بيولد من حوالي من 4 ل 5 ساعات بس، مش ال 12 ساعة كلهم. بينما في الطاحونة يعني احنا نقدر نطلع كمية طاقة أكبر من الهواء في نفس اليوم عن السولار بس. لكن الفرق ان احنا عندنا بنقدر نستخدم السولار بانلز بسهوله او الواح الطاقه الشمسيه بسهوله لان احنا بنستوردها وبنركبها على طول. انما الطواحين مش بتتصنع عندنا، وبالتالي عشان نستوردها فالموضوع بيبقى مكلف جدا. طيب هل قابلتوا حد ممكن هو يتبنى هذا الابتكار ويطرحه في الاسواق بحيث يكون متاح للاستخدام، تبقى ثقافه بقى موجوده عند المواطنين ونبدا نعمل ترويج عليها؟ طبعا يا فندم، قابلنا ناس كتير ودكاتره كتير بالتحديد يعني مساعدين ان هم يحطوا فلوسهم ويحطوا الاستثمار بتاعهم في حاجه زي كده، لانه ده المستقبل، ده اللي هي يعني نقدر نقول انها هتطرح في الاسواق قريبا ان شاء الله. قريبا باذن الله. طيب ابتكاراتكم المستقبليه ايه او خططكم بعد كده، سواء لتطوير هذا الابتكار او انتوا تعملوا ابتكارات اخرى في نفس الاتجاه لتوليد الطاقه النظيفه او المتجدده؟ ان احنا نبدا نابجريد او نبدا نعلي من المنتج بتاعنا بحيث ان هو يبقى مناسب لاكتر من فئه، مش بس البيوت الصغيره، لا البيوت الاكبر، ممكن المصانع، ممكن المستشفيات، ممكن الاوتيلات، ده يوفر كتير يعني بالنسبه لكل الهيئات دي، وان هي تكون مناسبه اكتر للطقس المحلي في مصر. يعني انه معظم الطواحين اللي بتبقى تستورد او كده بتبقى مصممه على الطقس اللي بره، هم عندهم شده الرياح اعلى، ولكن فكره انه يبقى في حاجه مصممه لمصر بالتحديد هتبقى مختلفه. تمام. طيب اخيرا، بما انه هيتم طرحها في الاسواق قريبا، نعرف تكلفتها، هل تكون متاحه ماديا او مناسبه لكل الشرائح الاجتماعيه؟ طبعا، يعني هي زيها تقريبا، يعني زيها زي سعر الالواح الطاقه الشمسيه، وبما اننا احنا شايفين دلوقتي ان في ناس كتير اتجهت للاتجاه ده، فاظن بالتبعيه انه الناس هتقدر تقدر برضو تدفع فلوسها يعني في المنتج ده بالذات، انه يعني فكره او ثقافه ان الناس مش بس تولد طاقه تكفيها، لكن تولد طاقه وتبيعها تاني للحكومه في شبكة الكهرباء، دي ثقافة مش كل الناس عارفاها، لكن الحكومة بتوفر ده بالفعل. طيب احنا شايفين برضو في الفيديو الخاص بالمروحة انه ساعات بتشتغل بقوة على حسب طاقة الرياح وساعات تهدى شوية، هل ده بيأثر على تذبذب التيار الكهربائي او ضعفه وشدته؟ هل ده ممكن يأثر على مثلا الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنزل، ولا في تكنيك معين بيثبت الكهرباء المستخدمة بحيث انها ما تسببش اي ضرر لاي جهاز او انقطاع وعودة تاني للتيار؟ طبعا يا فندم، لازم يكون في حل او حاجة موجودة بتسمح انه التيار ما يتقطعش، يفضل بنفس الكثافة طول فترة الاستخدام. تمام.
في كذا مشروع بيتعمل فيهم استخدم معدات كهربية معينة هي دي اللي بتثبت التيار، ده لازم يكون موجود مع أي طاحونة بتتباع. تمام، بشكرك جمال الدين تمراز عضو الفريق المصري المبتكر لطاحونة هواء لتوليد الكهرباء صديقة للبيئة، فريق من طلاب جامعة زويل العلوم والتكنولوجيا قسم هندسة الطاقة المتجددة، وهو ده الحقيقة المستقبل والاتجاه اللي بتعمل الدولة عليه حاليا، ولابد من تشجيع هذا التفكير وهؤلاء الطلاب لتنمية ابتكاراتهم في هذا المجال. مشاهدينا لسه معاكم في تكنو نايل، بعد الفاصل معانا حوار عن الألعاب الذكية أو التعليم باستخدام الألعاب الذكية، خليكم معانا. اهلا بيكم، وحوارنا الرئيسي النهارده في تيكو نايل التعليم باستخدام الالعاب، اسلوب حقيقي حديث وتربوي جدا، وبدا يستخدم في مدارس كتير جدا، ويمكن بقاله سنوات في الدول المتقدمه في مدارس الاطفال او السن الصغير، لانه الحقيقه بيؤثر جدا في الاطفال في مرحله الطفوله، ان احنا ازاي نخليهم يكتسبوا معلومات ومهارات من خلال الالعاب، على اعتبار ان هم بيحبوا الالعاب جدا. طبعا اللعب كمان استثمار للطاقه الحركيه للاطفال، وبتعبر عن نشاطهم الجسدي والعقلي، وبتساعد في الحصول على العديد من المعلومات بعيدا عن ان هم يكونوا محبوسين داخل قوقعه البلاي ستيشن والجيمز اللي على الموبايلات والاجهزه المختلفه، اللي الحقيقه بتاثر عليهم سلبا اكتر ما بتفيدهم بشكل ايجابي. معانا الحديث عن هذا الموضوع الاستاذه نيلي حامد، خبيره دمج التكنولوجيا في التعليم. اهلا بيكي استاذه نيلي. اهلا بيكي يا استاذ احمد. المقصود ايه بالتعليم باستخدام الالعاب، وبدأ يدخل مصر امتى؟ لأنه مستخدم بره الحقيقه بشكل كبير وبقاله فتره طويله، يمكن بدأ يدخل كتير من المدارس في مصر مؤخرا، لكن عايزين نعرف بدايته وتطوره في مصر لغايه دلوقتي. انا عاوز اقول لك حاجه، على الرغم من المقاومه الشديده اول مره لما نيجي ننشر فكره التعلم باستخدام الالعاب، بس المصريين ما يعرفوش ان المعلم المصري هو اول واحد بدأ ان هو يلفت نظر مايكروسوفت ان ليه ما نستخدمش الالعاب في تعليم. انا فاكره كويس قوي ان كان عندنا ايفنت بره في واشنطن سياتل من 2016، كان المعلمين المصريين كانوا بيستخدموا الباوربوينت بيوظفوا ان هو يبقى فيه العاب، حاجات بتتحرك عن طريق الانيميشن اللي موجوده في الباوربوينت. يعني احنا دايما عارفين الباوربوينت ده سلايد وبنعمل بيه برزنتيشن وهكذا، لكن فوجئوا في المسابقه بتاعه مايكروسوفت ان المدرسين المصريين مستخدمين الباوربوينت ان هم بيعملوا العاب تعليميه، فبدا يبصوا طب احنا ليه ما نعملش العاب فعلا انها تفيد التعليم. فبدات مايكروسوفت تبدا انها تفكر طيب نطلع برامج يعني بتستخدم جيمز في الالعاب. فبداوا يطلعوا برنامج اسمه كودو. بدا الموضوع يتطور لحد ما بدا يظهر دلوقتي اشهر حاجه في الجيم بيز ليرنينج او التعلم باستخدام الالعاب، حاجه اسمها ماينكرافت. فالماينكرافت دي بدات انها تدخل في المدارس وفي الفصول وفي حصص الاي سي تي او الحاسب الالي
بصورة كبيرة جدا بره. لما بدأنا ان احنا قررنا ان احنا تتنشر بقى على مستوى العالم، كنا بنلاقي ان الناس كلها يعني مقاومة من كل الناس، من المعلمين، من الطلاب، من إدارات المدارس، هو احنا هنلعب ولا هنعلم؟ فقعدنا فترة كبيرة نقنعهم لا احنا بنغير فكر. طب احنا ليه بنغير الفكر ده؟ احنا بنغير الفكر ده عشان العصر اللي احنا فيه اختلف. احنا عصر بقى التكنولوجي هو الاساس فيه. الطلبة ما بتسيبش من ايديها الموبايلات، ما بتقومش من قدام الاجهزة، سواء بلاي ستيشن، سواء الكمبيوتر، سواء الموبايل. فانت لازم ان انت تتكلم بنفس اللغة بتاعتهم، فبتبدأ طول الوقت تبدأ ان انت تفهم الناس احنا بنغير فكر، بنغير طريقة تدريس قديمة خلاص مش هينفع انها نفس الطريقة القديمة اللي كنا بنستخدمها من سنين نفضل نستخدمها لحد دلوقتي. تمام. فبدأنا واحدة واحدة لحد ما احنا الكلام ده بدأنا ندخله في مصر من 2016 دلوقتي، وكنا يعني بنحاول ان احنا نزق الناس ونقنعهم بالحاجة دي. دلوقتي بقينا نلاقي الناس هي اللي بتجري علينا من كل الدول العربية، زي ما كنا بنتكلم قبل ما البرنامج، بنلاقي من سلطنة عمان ناس جاية تقول لنا علمونا ازاي ان احنا نستخدم الالعاب جوه التعليم. تمام. الكلمة الاولى اللي الناس بتقولها اول ما بتقول استخدام الالعاب في التعليم، لا انت كده مش بتعلمني، انت كده انا بلعب. بس دلوقتي الحمد لله بدأوا يتقبلوا الفكرة، بدأ نشوف المدارس، وكمان في كمان وزارة التربية والتعليم بدأت انها تعمل مسابقات ما بين الطلبة. تمام. كمان على استخدام الالعاب في التعليم، والولاد شغلهم فعلا فعلا مبهر فعلا. طيب لما قلتي ماينكرافت انا جه في دماغي انه ده اسم للعبة شهيرة جدا على البلاي ستيشن. أيوة. فهل ده معناه ان انتوا بتستخدموا بعض الالعاب الذكية اللي ممكن تكون على شاشات او اجهزة، ولا مش لازم تكون يعني ليها علاقة بالاجهزة خالص، ممكن تكون مثلا حركية او باستخدام مواد ملموسة؟ هو الماينكرافت اول ما ظهر هو كان محقق اعلى نسبة مبيعات في العالم. فعلشان هي لعبة بتحترم عقلية الطفل، فمايكروسوفت اشترتها وبدأت انها عملت نسخة منها اسمها education edition او النسخة التعليمية. على الرغم من كده ان الماينكرافت دلوقتي ليه صور كتير جدا، يعني في ماينكرافت الاكس بوكس، في ماينكرافت اللي هي اللي موجودة على البي سي، ماينكرافت اللي هي بوكت اديشن، في منها انواع كتير. بس اللي احنا بنركز عليه في التعليم ليه؟ لانه هو ليه مواصفات ومعايير معينة خاصة بالامان والخصوصية بتاعة الطلاب. فهي النسخة التعليمية للماينكرافت هي دي اللي احنا بنستخدمها في المدارس، واللي بندرب عليها الطلاب، واللي بنعمل بيها مسابقات على مستوى مصر او مستوى الشرق الاوسط كله. من اكتر العوامل الامان اللي محطوطه جوه اللعبه النسخه التعليميه ان الطالب لو هو بيلعب على سيرفر، يعني بيلتقي مع زمايله كل واحد من بيته في نفس المكان على اللعبه، ما يقدرش الطالب يقابل حد من بره مجتمع المدرسه بتاعته. يعني ما يقدرش ان هو يشوف حد غريب، لا هو عامل حمايه للطالب انه لازم يلعب مع الطلبه اللي موجودين عنده في المدرسه اللي هو يعرفهم ويبقى واثق فيهم. تمام. وده اللي بيدي الالعاب دي الامان والخصوصيه. بالظبط. طيب خلينا نتكلم عن انواع هذه الالعاب، عن الوسائل الالعاب الذكيه ايضا. احنا بص طبعا المصطلح ده اول ما ظهر كان نطاقه محدود جدا، وبعد ما بدا ان هو ينتشر في العالم كله بدا يطلع منه اكتر من صوره، يعني مش مثلا الماينكرافت بس، يعني احنا بعد كده لقينا في اوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي والميكسد رياليتي. انا عاوزه اقول لك حاجه، مدرسه مصريه، يعني احنا بنروح بندرب في مدارس كتير وبنلاقي فعلا في مشاريع مميزه خرجت من التدريبات اللي احنا بنعملها. في مدرسة ماس كانت عاوزة تشتغل مع الطلبة بتوعها، حاسة ان الماس بعيد خالص عن الحياة، التطبيقات العملية في الحياة، يعني هي بيدرسوا الطلبة في مكان بس ما بيطبقوش اللي هم بيدرسوه. لو جيت قلت لك
اعملي محيط الاوضه اللي احنا عاملينها، هو نظريا على الورق بيعرف يعملوه، لكن عاملي لو دخلته اوضه مش هيعرف. فهي حبت انها تربط الماث بحاجه في الحياه العمليه، فقالت خلاص انا هشغلهم على برنامج الماينكرافت يصنعوا حاجه اسمها مندلا. مندلا دي كتب كتير قوي دلوقتي بتطلع ان المندلا دي اشكال هندسيه، دوائر ومثلثات وهكذا، لما بيلونوها علميا انها بتقلل الاسترس عند الانسان. فقررت ان هم يعملوها وكمان يطبعوها بعد كده على المكنه 3D علشان يستخدموها مع الاطفال اللي هم ذوي الاعاقات. انا عاوزه اقول لك الطلبه بقوا متحمسين، هم كانوا ثانويه عامه وكانوا بيقدموا في جامعات بره، كانوا بيروحوا للمدرسه دي يقولوا لها ارجوكي اكتبي اللي احنا عملناه في الترشيحات بتاعه الجامعه، علشان هم فعلا فعلا كانوا عاملين شغل رائع. الطلبة دول كانت المدرسة بتدرس لهم على مدى 3 سنين، كانوا دايما يا إما نايمين على الديسك يا إما قبل ما الحصة ما تخلص ب5 دقايق بيبقوا عاوزين يقوموا في البروجكت ده، كانوا بيجولها في وقت البريك عاوزين يكملوا، لما الحصة بتخلص كانت بتقفل الأجهزة بالعافية عشان يقوموا من على الأجهزة. وده ثانوية عامة، يعني فكر من أصعب الفكر اللي انت تقدر ان انت تسيطر عليه وتخليه ان هو يشتغل. فهم الطلبة حبوا الماس ليه وحصص الماس؟ عشان المدرسة بعدت على الطريقة التقليدية، هي بدأت تستخدم طريقة تانية مختلفة في التدريس، فقدرت انها توصل لهم، وبدأت توصل لهم علشان الطلبة كلهم في ذكاءات متعددة. واحد بيفهم بالطريقة التقليدية، في واحد بيفهم بالألعاب، واحد بيفهم بفيديوهات، فهي كده راعت الفروق الفردية عند كل الطلاب. فقدرت انها تنجح وقدرت انها توصل للطلبة. تمام، يعني اذا التعليم باستخدام الالعاب ليه مزايا عديده جدا كتير. اما اصل احنا دلوقتي بندرس لجيل هو ما بيفهمش غير بالطريقه دي. فانت كمدرس بالظبط انت عاوز توصل للطلبه بتوعك، عاوزهم يحققوا نجاح، يحبوا الماده بتاعتك، يستوعبوها ويشربوها، انت لازم ان انت تغير الطريقه التقليديه. لان خلاص الطلبه مش هيتقبلوا ان هم يسمعوا اي حاجه بالطريقه القديمه. طب ايه الصعوبات او التحديات اللي بتواجه استخدام الالعاب الذكيه في التعليم؟ اكبر صعوبات الاول اللي هو الفكر او المجتمع. المجتمع لو تقبل الفكر وفهم، احنا بنعمل يعني ورش عمل كتير جدا توعية، احنا محتاجين ولي الامر يحضر الورش دي، محتاجين المعلم يحضر الحاجات دي، محتاجين التوجيه في المدارس الحكومية يحضروا الحاجات دي. انت لما يبقى كله ثقافة. ايوه ثقافة، اكبر صعوبة هي الثقافة. بعد كده بقى تيجي بقى البنية التحتية والاجهزة. ليه انا مخليها الحاجات دي في الاخر؟ لان احنا عندنا، انا عندنا مثلا مدرس اسمه عبد الله ضاحي في الاقصر، انا عاوز اقول لك قدر استطاع هو والطلبه يدخل الطلبه بتوعه مسابقات عالميه وهو ما عندهمش اساسا لعب في المدرسه بتاعتهم. هو علشان يروح المدرسه بتاعته بيركب 3 مواصلات، من ضمنهم بيركب معديه عشان يعدي النيل الناحيه الثانيه، وقدر ان هو يستطيع ان الطلبه بتوعه يدخلوا مسابقات عالميه، وامريكا من امريكا مايكروسوفت امريكا بعتوا لهم اجهزه في بوكس شحن علشان يقدر ان هو يوظفها ان هو يستخدمها مع الطلبه. فالاجهزه مش عائق، يعني انا العائق اللي انا شايفاه الاكتر هي الثقافه. هتغير الثقافه تبدا تعمل وعي وتوعيه للناس لاستخدام التكنولوجيا واهميتها، كل العقبات بعد كده هتبقى سهله يعني. طيب بما اننا دخلنا بقى في عالم الواقع الافتراضي وداخلين على مرحله جديده الميتافيرس وغيره، ازاي ده ممكن يساعدنا في التعليم باستخدام الالعاب الذكيه؟ وكمان عندنا الواقع المعزز وده كله ليه تقنياته وادواته ويمكن في نوع من الابهار اكتر بكتير من قبل كده. تخيلك ايه للمرحله دي لما تدخل كمان تساعد المنظومه التعليميه؟ الواقع المعزز والافتراضي والمختلط، بص هم دول واخدين طريق وطريق سريع وتطور رهيب. انا برضو عاوزة القي الضوء على دكتور كان عامل اسمه رامي، كان عامل الدكتوراه بتاعته، هو مصري عامل الدكتوراه بتاعته في الواقع المختلط. كانت الحاجة المشروع بتاعه او رسالة الدكتوراه ان هو يعمل النظارة دي كجايد للناس في المتحف المصري. يعني انت لما تدخل المتحف المصري تقدر تلبس النظارة ومش محتاج اي جايد معاك، انت لما بتمشي
وبتشوف مثلا كرسي توت عنخ امون، فبتيجي تضغط عليه عن طريق النضاره طبعا، فبيبدا يطلع لك شكل فرعوني، بيبدا يحكي لك الكرسي ده تاريخه ايه وعامل ايه وكل المعلومات اللي عن كل المقتنيات اللي موجوده في المتحف المصري. المشروع بتاعه تم تسجيله وعرضه في أكبر المجلات العلمية على مستوى العالم. النضارة اللي هي الواقع المختلط، بص، بقت تستخدم في كل المجالات، بقت تستخدم في التعليم، بقت تستخدم في الطب. يعني دلوقتي الدكتور ممكن يبقى جنب المريض بتاعه وبيكشف عليه وبيشخص له الحالة، والدكتور في دولة تانية. ففي التعليم برضو تخيل، أنا بشوف بدخل جوه الدورة الدموية، ببدأ إن أنا أمشي مع كرات الدم الحمراء، ببدأ أدخل في الشرايين واتفرج. فتخيل أنت الطالب دلوقتي يقدر يستوعب المعلومة، يعني كأنه موجود جوه جسم الإنسان. فالتطور في العملية التعليمية بقى ياخد سرعة رهيبة، وده نتيجة التطور اللي احنا فيه في العصر، وخاصة بعد الكورونا. بعد الكورونا اللي خلت الناس كلها يبقى التكنولوجي خلاص بقى حاجة أساسية، حاجة أساسية في حياتهم. فيعني أنا دلوقتي لما بشوف الطلبة معظمهم بقى ياخدوا كل أي الاجتماعات، بقوا يستسهلوا أن أنا لسه هروح وهقضي وقت فيه لحد ما أوصل للاجتماع. الطلبة، طيب أنا ليه ما اسمحش المدرس الأونلاين؟ كل حاجة خلاص بقت التكنولوجي داخلة في كل المجالات بصورة كبيرة جدا. لأن الناس اضطرت أنها تتعامل بيها، فخلاص اعتادوا عليها وأدركوا مميزاتها. أيوة بالزبط. غير قبل كده لما كانوا يعني يشوفوها عن بعد ومش قادرين يجربوا أو مكسلين أو مش عارفين هتفيدهم ولا لا. هي الناس عندها رهبة من التكنولوجي. يعني أنا من كتر ما أنا دربت، أنا اكتشفت أن الناس بتبقى للوهلة الأولى عندها خوف من التكنولوجي، يعني كرعب كده، فوبيا كده في البداية. لكن بعد كده بقى دلوقتي بقى لما تحطوا في الموقف، هم مجبرين أنهم يتعاملوا بعد الكورونا مع التكنولوجي، هم أتقنوا استخدام التكنولوجي وبدأوا يطوروا فيه. بس هي الرهبة الأولى من استخدام التكنولوجي بتروح مع الممارسة. كمان كنت عاوزة أتكلم على حاجة مهمة كنا بنتكلم عليها قبل البرنامج، البرمجة. البرمجة فعلا فعلا نصيحتي لأي أب أو أي مدرس، وزارة التربية والتعليم، لغة البرمجة قد إيه مهمة، لأن معظم الوظائف اللي بعد كده هتظهر في العالم هي دي مهن المستقبل. أيوة بالظبط، المبرمجين والمطورين البرامج وغيرهم، دي هي المهن المستقبليه. وخاصه كمان الروبوتس، احنا داخلين على عصر الروبوتس، فالروبوتس دي انت بتبرمجها. هي برضو فكره البرمجه للناس اللي يعني عمرهم ما درسوا برمجه، هي فكرتها ايه؟ هي فكره البرمجه دي هي عباره عن لغه، زي دراسة أي لغة في العالم. أنا لما باجي بدرس الإنجليش بدرسه علشان أعرف أتعامل، أو الناس اللي بيتعاملوا بالإنجليش يقدروا يفهموني وأنا أفهمهم. طيب بما أنك فتحتي الموضوع ده، وده موضوع مهم جدا وداخل في مجال حديثنا، نصيحتك إيه للأباء والأمهات اللي هم عايزين يضعوا أولادهم على هذا الطريق؟ لأنه في الحقيقة مراكز كتير جدا في مصر بتدي كورسات بروجرامينج وروبوتكس وغيره، لكن ازاي اختار المركز المناسب اللي هو فعلا هيقدر يفيد طفلي؟ لانه في كمان لغات كتير، البرمجه، في سكراتش، في بايثون، فالطفل يبتدي منين؟ ده مهم ان هو عنصر الاختيار في البدايه، شروط المكان او مواصفاته اللي هتقدم هذه الخدمه للاطفال. والله انا دايما شايفه ان اليوتيوب احسن معلم. ده مش من وجهه نظري انا بس، انا اتعاملت مع طلبه كتير فايزين بجوائز عالميه، كنت كل ما اروح اسال الطلبه انت اتعلمت فين لغه البرمجه، فكانوا بيقولوا لي اليوتيوب. اليوتيوب طبعا المراكز مهمه جدا، بس البدايه الاولى للطفل خليها من على اليوتيوب. ليه؟ لان اولا احنا عاوزين نعود الطفل ان هو يعتمد على نفسه، لازم هو اللي يكون بيبحث عن المعلومه، مش هو دايما مستني انه يتم تلقينه للمعلومه. بس هو فكره اليوتيوب عليه يعني مئات من الفيديوهات برضو كلها ممكن
تكون متداخلة، ناس كتير مختلفة الخلفيات، ويعني ما تقدريش تحددي برضو هيقدم له المعلومة الصح ولا لا، أو ممكن يتعارض مع فيديو تاني بيقدم له المعلومة بطريقة تانية. يعني أقصد مش هيبقى ماشي على منهج أو خطوات متدرجة بتبني معاه الموضوع يعني. هو صح حضرتك كلامك صح 100%. علشان كده قبل ما يبدأ إن هو يدرس لغة معينة زي مثلا لغة البايثون، زي لغة الجافا سكريبت مثلا، هو لازم يتفرج على فيديو يعرفه أنواع اللغات وإيه اللغات. خلي بالك إن اللغات بتاعت البرمجة بتتطور من سنة لسنة طبعاً. يعني اللغات اللي كانت موجودة وبقوة من سنين، من 1980 مثلا، اختفت دلوقتي، وبدأ كل سنة بيظهر حاجة هي اللي بتحتل القمة. يعني مثلا الجافا سكريبت والبايثون والحاجات دي محتلية القمة دلوقتي. فهو لازم يتعرف الأول فيديو تعريفي برضو من على اليوتيوب، إيه هي لغات البرمجة، إيه أحسن لغات البرمجة اللي هو يبدأها وهكذا، وبعد كده بناء على الفيديو اللي هو اتفرج عليه يبدأ إن هو يدخل الكورس. الحتة بتاعت إن اليوتيوب فيه فرايتي عالية أو تنوع عالي، ده ميزة. ليه؟ لأني أنا مثلا ما فهمتش من ده فأدخل على حد تاني هيفهمني أكتر، طب ما فهمتش قوي من ده هدخل على اللي بعده. ممكن حد يقدم المعلومة بطريقة، واحد تاني بيقدمها بطريقة مختلفة، بس أنا التنوع ده هيفيد. اللي بيتفرج على بعد كده يبدأ إن هو لما هيجي ينزل بقى المراكز هيبقى فاهم المركز ده بيديني صح ولا لا، المركز ده هو اللي أنا محتاجه ولا اللي أنا مش محتاجه. وخاصة إن مش كل الناس بيبقى جنب البيوت بتاعتها في مراكز للتعليم للغة البرمجة. فيه على فكرة كورسات أونلاين برضو موجودة. أيوة. بالظبط. كتير وفي ناس بتاخد الكورسات دي على فكره، يعني بيبقوا في مصر وبيدوهم ناس من دول تانية، يعني أيوة. من الهند ومن اوروبا، وبيبقوا ده بقى اللي ساعد عليه من دول العالم يعني. ايوه ده اللي ساعد عليه تطور التكنولوجي واستخدام طبعا. الناس اكتر لتقنيه الزوم والتيمز والاونلاين. بالظبط. يعني احنا دلوقتي بقى الناس خلاص انا مش مضطر ان انا ارتبط بالمكان اللي انا قاعده فيه. لا انا ممكن اوصل لحد من دوله تانية، من قارة تانية وهكذا. فده هو ده اللي احنا بنقول سمات العصر. احنا سمات العصر فرضت علينا انا لازم استخدم التكنولوجي. لكن برضو خليني اقول نقطة، ده يمكن من تجربة برضو، انه في بعض المراكز او الجهات على السوشيال ميديا ممكن انها بتنصب على الناس. احنا هنجيب لكم مثلا واحد يعلمكم، واحد من بره وخبير ومعانا شهادة هتاخدوها في الاخر من جهة معتمدة، وفي الاخر بيتضح ان كل ده بيبقى طبعا فيك او مش حقيقي. ازاي ممكن برضو ده عنصر داخل الناس بتدور على حاجة ممكن تقع ضحايا لمثل هذه الجهات؟ هو فعلا في كده كتير، بس هم يعني في الاخر انت مش هتقدر ان انت تحكم من البداية هل المركز ده فعلا يعني عنده شهادة معتمدة ولا لا. صح. هو الفكرة انه بياخد الفلوس كلها مقدما، فطبعا بعد ما بتدفعي صعب انك تستردي لو اكتشفتي ان كل المعلومات اللي اتقدمت لك في الاول مش صحيحة. عشان كده دايما الناس بتلجأ انها تلجأ لناس تانيين ترشح لهم مراكز كويسة. يعني انا دايما بالزبط. معظم الاسئلة اللي بتجيلي رشح لنا مراكز، رشح لنا ناس. كمان يعني في طلبة كمان بيدرسوا هندسة روبوتكس بيبقوا في الكلية وبيعملوا كورسات للطلبة يعني، وبيبقوا اقوية جدا يعني. صح. على فكرة يعني حتى قبل التخرج هم اللي بيتعلموه في الكلية بيبدأوا ان هم يدوا بيه كورسات. الناس دي بتبقى كويسة جدا جدا الطلبه دول. وفي منها بيبقى فور فري كمان، وفي منها كتير فور فري. والبدايه برضو تبقى كويسه عشان نبعد عن المركز ده معتمد ولا لا. ممكن برضو ان هم يبداوا في الكورسز الاونلاين. طيب اخيرا، شايفه بقى مستقبل دمج التكنولوجيا في التعليم ازاي في مصر تحديدا؟ الخطط المستقبليه في هذا المجال، يعني شايفه احنا رايحين على فين في الموضوع ده؟ والله أنا شايفة هي الوزارة مقتنعة، وزارة التربية والتعليم مقتنعة جدا بالتكنولوجيا ودمج التكنولوجيا في التعليم. ومن أكتر الحاجات وأقوى الحاجات اللي الوزارة كانت عاملاها بنك المعرفة المصري،
بنك المعرفة المصري ثروة الدولة صرفت عليها كتير. أولياء الأمور لازم يشجعوا أولادهم إن هم يدخلوا على بنك المعرفة المصري، لازم إن هم إحنا في بوابات كتير جدا، بوابة أطفال بقصص عالمية، فيديوهات مدبلجة خصيصا علشان الطلبة المصريين، كمان لازم يدخلوا ويذاكروا كمان من عليه. هم المناهج دي معمولة تتلائم مع المناهج المصرية، من أكبر دور النشر اللي موجودة في العالم على فكرة. في برامج مجانية يقدروا كمان يعملوا لها داونلود على الأجهزة بتاعتهم. فمعنى كده أن الدولة مهتمية بثقافة على فكرة كمان بنك المعرفة المصري معمول من قبل حتى ما تظهر الكورونا. يعني إحنا حتى الدولة بتستعد من قبل حتى ظهور الكورونا. فبعد ظهور الكورونا ده وقته أن إحنا نلجأ لحاجة ثروة قومية زي الثروة دي. بالإضافة إلى إحنا محتاجين أن إحنا نطور شوية في التعليم، خاصة الحاسب الآلي. إحنا لازم ندخل مناهج زي الأوجمانتد رياليتي، زي الكودينج بكثافة، ويبقى تطبيق عملي ومشاريع. لازم نعمل كمان لازم يبقى فيه منهج للبحث العلمي، أدرب الطلبة على البحث العلمي. يعني حتى كمان من على بنك المعرفة يوم لما إحنا قعدوا ما بقاش فيه امتحانات والمفروض إن هم يعملوا أبحاث، إحنا لو إحنا من الأول مدربين الطلبة إن هم صح. على البحث العلمي وزي يجيبوا المعلومة ببنك المعرفة، كان هيفيد الطلبة كتير. طبعا الحقيقة حوار ممتع جدا وثري، وبتمنى أن الناس تكون استفادت منه. بشكرك جدا أستاذة نيلي حامد، خبيرة دمج التكنولوجيا في التعليم، بتمنى لك التوفيق دايما. شكرا يا أستاذ أحمد، أنا ببقى سعيدة جدا وأنا معاك كل مرة. شكرا لحضرتك، مشرفانا دايما. وبنختم حلقتنا النهاردة بتقرير عن روبوت الحقيقة عمل حاجة مدهشة جدا، وهو أنه قام بطلاء سيارة حديثة باستخدام تكنولوجيا رش الطلاء وإعادة رسومات على السيارة، والمدهش أنه ما فيش أي مخلفات نتيجة لهذه العملية. تعالوا نشوف هذا التقرير ونستمتع بيه، والتكنولوجيا وصلت بينا لغاية فين، ونشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من تكنونايل. إلى اللقاء. آلي باستخدام تكنولوجيا رش الطلاء إنتاج عمل فني لطفل عبقري على سيارة مع عدم وجود مخلفات نتيجة لهذه العملية. وتعد تلك التكنولوجيا التي يطلق عليها بيكسل بايت قريبة من الطابعة النافذة للحبر، وسمحت للإنسان الآلي بإعادة الإنتاج بطريقة أمينة لتصميم معقد للفنان التجريدي الطفل الهندي المعروف أدفايت كولاركار. وعلى الرغم من صغر سنه، فإن فن كولاركار مشهود له عالميا مع افتتاح معرض له في قاعة مرموقة في لندن وبيع قطعه بأكثر من مئات الآلاف من الدولارات. وتعتبر طبيعة الفن التجريدي لعمله من المستحيل إعادة إنتاجها بدقة باليد، ولكن نظام بيكسل بايت الذي تم تطويره من جانب إحدى الشركات الهندسية عاد إنتاج عمل أحادي اللون، وصفه كولاركار بحصان مجنح مخطط خيالي، وذلك في أقل من 30 دقيقة. ويمتلك النظام ألف أنبوب في رأس أداة الدهان والتي تتبع عن قرب جسم السيارة لضمان تطبيق الدهان بنسبة 100% على السيارة بدون سقوط أي رذاذ خارجي بسبب الهواء. ويعد إطفاء تعديل على السيارة يناسب مالكها هو أمر يحظى بتركيز صناعة السيارات حاليا، والتي تنظر إلى زيادة الأرباح في سوق ذات تنافسية متزايدة. وتجرى حاليا تجارب على هذا النظام مع كبرى شركات صناعة السيارات الأوروبية، ومن الممكن فتح الباب أمام سوق الإنتاج على نطاق واسع لعملية إطفاء الطابع الشخصي بأسعار مناسبة أكثر.